الترجي التونسي نهار السبت دخل غمار المسابقه الافريقيه، المسابقه المفضله للترجي التونسي وجماهير الترجي التونسي. ولكن باش نكونوا واضحين، ترجي نهار السبت انتصر ولم يقنع، انتصر ولم يطمئن جماهيره، ولكن انتصر. ماريو لولي ربح، ما ريناش حاجه كبيره من الترجي التونسي رغم اللي ينوع في اللعبه، ما رينا كره ثابته. تنشوفوا الاستاتيستيك تباعا 16 ركنيه، هاي ناخذوا الاستاتيستيك سفيان اللي حضرها لنا ايمن. 16 ركنيه لركنيه واحده للمريخ السوداني. رينا معناتها تنويع في اللعب، كره قصار، رينا لعب على جناب برشا الترجي التونسي، تحب يدخل حتى من الوسط، حب يلعب حتى مساء واحد. رينا حتى فما اكسيون ممتازه بين بوغرين والهوني، كانت نشتوفها بهدف لولا بن حميده اللي نحى الكره لبن عياد، كان ينجم يكون هدف ممتاز ممتاز جدا. رينا تيكي تاكا في وسط الميدان. هاو الاستاتيستيك اللي اخترتهم ايمن. بالضبط الاستاتيستيك، وتراو حتى في البوزيسيون دو لابال، ترى في 74% للترجي التونسي مقابل 26 للمريخ السوداني. تي بون لي تير 16-5، ولكن الكادري عندنا 5 على 16، وهنا يوريك المانك دو كاليتي في التير. وشكون اللي كان هو اللي يعمل فارق في التير؟ هو بن رمضان. بن رمضان في المباراة هذه ما كانش قد المسؤولية اللي مستانس ولا عود بها. دالي سعيدين لو كان ممكن ناخذوا الاستاتيستيك في الاكرون الكبير دالي. دونك كيما قلت لك الاستاتيستيك واضحين برشا. بن شفيه كان براتيكمون في راحة، مباراة كاملة كان في راحة، ما كانش فما ضغط كبير على بالضبط على بن شريفية. ابار التير كادري اللي ريناه من اللاعب ماتوزينيو اللاعب البرازيلي نتاع المريخ في الشوط الثاني، وكيف كيف حتى المريخ كيما راهو معناتها الكورنير اكترا كره ركنيه واحده للمريخ مقابل 16 كيما قلت لك. شو اخر نجم نحكيه عليه؟ قلت لك لي شوط الكل 18 تسديده مقابل 5. دونك المباراه كانت في طريق واحد للترجي التونسي، ولكن الشيء اللي قلق هو لانيماسيون اوفنسيف تاع الترجي ما كانتش توفى بخطر، ما ريناش تصديات ممتازه لحارس المريخ، وخاصه حارس المريخ كان بطل المباراه بالخطا نتاعو في الهدف اللي سجله توغاي، واللي كان معناتها ممتاز وممتاز للغايه. علاش؟ على خاطر من مريح يمشي ديريكتومون هو الباسور ديسيزيف لتوغاي، دونك لاكس بتاع الترجي هو اللي كان ورا الهدف. بعض الملاعبيه كانوا اور ديكو نهارتها، واليوم سيبوزي يكونوا في نهارهم في مباراة مهمة للترجي التونسي، أول مباراة في دوري المجموعات. دونك أنيس بدري ما كانش في مستوى العادي، كيف بن رمضان ما كانش في مستوى العادي، خاصة كوليبالي زاد اللي يمكن ثقل شوية، وهذا توزيد حكى لي عمار خير في التكنيك مو، ولكن لازم نجم نقولوا الحاجات اللي خارجة بهم من الاستاتيستيك هذوما، رينا برشا بير دو بال زاد، وهذا يؤدي على برشا ديشي تكنيك في الترجي التونسي. ان شاء الله هذا يكون اللي حكينا عليه هذا يكون بوتيتر نيجاتيف، فما راه بوزيتيف اللي هو الربح.